Ma faccia anche un errore. Sì, ma se lì capito. Parla bene il moto muslim, arabo, muslim in canna al masihir, di bilad al-alam al-awwal, التي تتحدث عن الإنسانية وتتحدث عن حقوق الإنسان وأيضا عن حقوق الحيوان وتناهض الكراهية ضد الحيوان قبل الإنسان إلا أنها عندما تتعامل أو عندما يكون المجني عليه مواطن عربي مسلما كان أو مسيحيا فالأمر يختلف والحقيقة الذي يسمي نفسه عالم المتدين. حدث شهيدة مريم حدث في منتهى الغرابة وأيضا في منتهى الوحشية الخالية من أي إنسانية تؤكد أن هؤلاء ليسوا بشر في الأصل. لسنا في حاجة إلى إثبات أي جنسية ولا إلى إثبات أي ديانة ولا إلى إثبات أي الإنسانية قد امتزعت في القلوب أو في قلوبهن كمجمع. الإنسانية أيضا انتزعت من القلوب الرسمية التي تعاملت مع الملف. عندما يصير ملف وجيني صحفي بريطانيا انتفضت بريطانيا وهو ليس بريطانيا من أجل أن تتحدث عن مقتل وتتخذ الخطوات العقابية ضد مصر من أجل الكشف عن أسباب مقتل وجيني. أيضا إيطاليا أيضا بجانب أنها مصرية إيطالية جنسية ومع ذلك لم نسمع من إيطاليا ولا من الحكومة الإيطالية ولا من العدالة الإيطالية ولا من الشعب الإيطالي بكل بمختلف توجهات أي موقف للدفاع عن إنسانية إنسانة تنتمي إليه. بنفس القياس أيضا بريطانيا التي انتفضت من اجل ايطاليا وايضا اقامت الدنيا ولم تبعدها عندما تعرض جاسوس روسي بريطاني لمحاوله اغتياله في لندن. شاهدنا وراينا كيف تحركت الاساطير الاوروبيه والتحرش السياسي بروسيا بقصد او الانتقام بقصد الوصول إلى رد عن ما حدث لهذا الجاسوس هذا الوزير الروسي البريطاني. هل تتجاهل الاتجاه الإنساني الآخر؟ ما حدث لمريم قضية في غاية الغرابة. نحن لم نرى هذا الوقت الطويل الذي من أجله يمكن أن نكتشف الأسباب الحقيقية للحدث. الكل شاهد احتلال شاهدناه وهو معلوم لكنهم يؤخرون التحقيق او يتاخر التحقيق ويدقق التحقيق ومزيد من التحقيق لكي نعرف حجم ما جرى من هؤلاء قبل الشهيد. هذا التاخير ليس في صالح الانسانيه وليس في صالح العداله وليس في صالحنا لاننا نشعر كشعب مصري بالمراره المراره التي انتفضت لها الدوله المصريه منذ لحظات عندما تحركت السفاره المصريه توجيه من القياده المصريه وانتدبت محاميا مصريا بريطانيا من اجل يمارس المحاماه في بريطانيا من اجل ان نصل الى حقوق ابنتنا التي استشهدت في هذه المعركه او الحادثه اللا انسانيه. نريد حق مريم، نريد حق اسره مريم، نريد حق دوله مريم، نريد حق انسانيه مريم في مواجهه كل المعتدين وفي مواجهة كل المسؤولين عن هذا الاعتداء وعن أيضا التقصير الذي يمكن أن يكون سببا في منتهى كبير. الاتجاه الآخر هو كشف الازدواجية، ازدواجية المعايير الأوروبية التي تتعامل مع الحالة الإنسانية الواحدة وأكثر من معيار وأكثر من كير. هذه الإنسانية المنقوصة، هذه الإنسانية التمثيلية التي تجيد الخداع والتضليل وتجيد الحديث عن الدفاع عن حقوق الحيوان لا نجدها
لا نجدها في الدفاع عن حقوقه. الإنسان عندما يكون الإنسان غير منتمى إليه، عندما يكون الإنسان عربي، عندما يكون الإنسان عربي مسلم أو عربي مسيحي، عند ذلك تسقط الإنسانية وتختفي وتتلاشى من ملف الحديث. لا صحافة ولا إعلام ولا أبواب دعائية تتحدث عن الجريمة ولا عن تكبيرها. حتى ما وصل إلى معلوماتنا أن هناك من أخفى كاميرات التصوير من أجل أن لا تستخدم كدليل إدانة قبل المعتدين، باعتبار أن المجني عليها عربية وأن المجني عليها مسلمة وأن المجني عليها لا تستحق من وجهة نظره أن تقف العدالة منتصبة ومنتصبة من أجل أن نصل إلى هدف. مرة أخرى نقول أن نقابة المحامين المصرية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحريص على حقوق أبناء الشعب المصري في أي مكان في الدنيا، بما لدينا من خبرات وإمكانيات نستطيع أن نبع الملف القانوني، نستطيع أن نبع الملف الإنساني، نستطيع أن نقدم ما نطيقه وتطيقه إمكانياتنا في الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى حق هذه الأسرة المظلومة فيما وصلت إليه من فقد العزيز لديهم ولدينا جميعا. عزاؤنا في هذه الشهيدة أننا لن نترك حقها ولن نترك دمها دون قصاص، طبقا للقانون وطبقا للإنسانية وطبقا للقواعد العدالة التي تمارسها كتب الإسلام الرسالات الإسلامية المختلفة.